السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ، في بعد هذه الحادثة، ما الذي أو ما الحديث الذي يريد الشيخ محمد بن نجد أن يقوله للناس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي حكم على عباده بالفناء، وفي هذا بيان حياته الكاملة سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. موت العباد عبرة، ويرينا فعلا من صفاته سبحانه وتعالى الحياة التامة الكاملة. وكذلك فإن هذا الأخذ فيه تذكرة لنا بأن هذه الدنيا فانية وراحلة، ونحن راحلون عنها، ولا يبقى المعزي ولا المعزة. وكذلك فإن مثل هذا الحدث يذكر النفس بالمحاسبة، يجب أن تحاسب الإنسان، يحاسب نفسه. وأيضا فإن هذه الحياة فيها عبر كثيرة، يتذكر الإنسان رحيل محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن رحيله ينسي كل المصائب، وأن رحيله أكبر مصيبة فتهون المصائب الأخرى. يتذكر أنه عليه الصلاة والسلام لم يبق له من أولاده أحد في حياته، كلهم رحلوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فلم يبق له مولود ذكر، ولم يبق له أنثى. وهذا ابتلاء عظيم، أن يموت كل أولاده في حياته، وتبقى فاطمة رضي الله عنها ليكون نسله عليه الصلاة والسلام. أولا، يعني الإنسان إذا استقبل خبر مثل هذا، شوف، أنا وقع في نفسي يعني لما جاء الخبر أمران. الأول، أسرعوا بالجنازة. اثنين، العفو. تنازلت أنت؟ أنا ما وجدت في نفسي يعني دافع لقضية، يعني لابد من قصاص، ولا تبرد الكبد حتى يسقط رأس هذا عن جسد، ولا سبحان الله ما وقع. هذه تكلمنا عنها اللي صار الجنازة قبل شوي، لكن أنت يعني عفوت عن الرجل، تنازلت عن القاتل. نعم، وأرجو أن يكون ذلك لوجه الله، والله سبحانه وتعالى. تنازلت عند المحكمة ولا؟ لا، في المحكمة شرعا. رحت تنازلت شرعا. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ونؤمن على طريقة سلفنا وعلى عقيدة التوحيد بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نوقن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.